السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم هنقدم لكم حلوة جد سهلة بأربع مكونات بسيطة، كتجي شيشة بزاف ولذيذة وسريعة التحضير. كنصحكم تجربوها. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. قبل ما تشاهدوا الفيديو، اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم ونخاطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبة للمقادير، كنحتاجو 500 غرام ديال الكاوكاو محمر حملناه في الفرن صباح على هذا الشكل، كاس تاع سنيدة ديال العنبة، نص كاس ديال الزبدة مذابة، صاشية ديال الخميرة كيماوية، الدقيق حسب الخليط. بسم الله على بركة الله. بعد ما حمرنا هذا الكاوكاو صباح على هذا الشكل، كنحاولوا نفسخوا شويه من هذا القشور ديالو، نصو كنفسخوه ونصو كيبقى منه، كنحيدو كنحاول نحيدو داك القشور، كنحيد منه غير نص نص تاع القشور وكنتركوه بالنص الاخر باش غادي نطحنو. كنبقى على هذا الشكل باش يتفسخ لنا. بعد ما قشرنا الكاوكاو من هذا الشكل، كنلقاو منه قشره، ها هي هذه، كنحيدوها قليل منها كنرميوها، وهذا كناخذوه وكنطحنوه مزيان. بسم الله. بعد ما طحنا الكاوكاو صبح على هذا الشكل، صبح لين كما كتلاحظوا، كنطحنوه مزيان. الان غادي ناخذوا نص كاس نتاع الزبده بهذا الشكل، سنيده، وكنبقاو كنجهدوا هذا الخليط مزيان. بعد ما مزجنا الخليط، الان كنبقاو نصبو عليه هاد الكاوكاو هو، كنخلطو مزيان. كنبقاو نخلطو بهاد الشكل. بعد ما مزجنا الخليط، كنحاولو نضيفو الدقيق قليل قليل، كنضيفو الخميرة فوق الدقيق، كنبقاو نزجو الخليط ديالنا حتى تنحصلو بهذا الشكل على العجينة تتماسك لنا العجين. بعد ما جمعنا العجين صبح العجين على هذا الشكل كيما تلاحظو، الآن غادي نتركوه في الثلاجة تقريبا 10 دقائق عاد نعملوه الشكل اللي بغينا نديرو بيه. بعد ما خرجنا العجين ديالنا في الثلاجة بهذا الشكل، كناخدو كويرة على حسب الذوق، كنعمل على هذا الشكل. على هذا الشكل كنوضعو في الطاوة. على هذا الشكل وتنبقاو مستمرين حتى تنكملو جميع الكويرات. بعد ما شكلنا الكويرات، كناخذ هذا الطابق على هذا الشكل، واي طابق بغيتوه ما يكونش مثقوب بالوسط يكون على هذا الشكل. كناخذو الدقيق وكنسوسو كنطبعو، على هذا الشكل كنبقاو مستمرين حتى تنكملو جميع هاد الكويرات. هو الشكل ديالهم كيجي المنظر ديالهم رائع، وفي المذاق راه باينه بزاف. بعد ما كملنا جميع هاد الكويرات ديالنا وشكلناهم هاد المرشم على هاد الشكل، الان غادي ندخلو للفرن. الفرن درناه كيسخن، ومن بعد ما سخن كنقصو عليه العافيه مزيان وكنتركوه كطيب هاد الحلوه مده 15 دقيقه وكنراقبوها باش ما تحرقش لينا. بعد ما خرجنا الطوا من الفرن صبحت على هذا الشكل، الان غنحاولوا ندردرو عليها السكر البلاصي، هي ساخنه وما نحاولوش نحيدوها من الطوا حتى تبرد، الا حيدناها
راه كتفرتت من الافضل تتركها حتى تتبرد مزيان. كنبقاو مستمرين حتى تنهيو جميع هاد الحلوى ديالنا. الشكل النهائي ديال الحلوى بعد ما زيدناها جات على هذا الشكل، كتجي رائعه في المذاق، كتجي هشيشه ورطبه على هذا الشكل. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.